بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي أنساتي سيداتي، حروب محورية. يقول البعض كفاكم النظر إلى الماضي واكتفوا بالتركيز على الحاضر، فالرد على ذلك إن الغوص في دهاليز الماضي ينير الطريق إلى الحاضر والرؤية وفهم وتوقع المستقبل. وتتضح ذلك عندما نقوم بإلقاء نظرة سريعة على تاريخ الحروب الأوروبية. فقد لا يعلم البعض أن الحرب العالمية الثانية لا يزال العالم يعيش تبعاتها حتى الآن. في عام 1933 نجد ألمانيا مدفوعة في الانتقام والتخلص من مهانة اضطرار قبولها للشروط المجحفة لنتائج الحرب العالمية الأولى. ثم إذ بحثنا عن أسباب قيام الحرب العالمية الأولى رغم بدايتها بحروب البلقان ومملكة الصرب، ثم اتسعت بروسيا وإنجلترا غربا طبعا، أدى التحالف تلك الدول الثلاثة لكبح أطماع جيليوم الثاني. كان المحرك الرئيسي لهذا التحالف البروسي الألماني هو بسمارك، أوتو فون بسمارك. وكان في تحالف ألماني كونفدرالي مكون من 21 دولة. بسمارك دوت كان مستشار الكونفدرالية الألمانية ولاحقا المستشار الأول للإمبراطور الألماني. وصرح بسمارك برغبته في توحيد ألمانيا والانتقام لها من هزيمتها على يد نابليون بونابرت 1806. أما فرنسا فكانت في ظل حكم الإمبراطور نابليون الثالث ابن أخو نابليون، انتخب رئيسا لفرنسا عام 1848 وانقلب عليهم عام 1852. أخذ بسمارك في التحرش بفرنسا إلى أن استطاع أن يوقعها في فخ بخصوص إهانة أحد سفراء فرنسا. كانت فرنسا ضعيفة عسكريا لأن قيادتها العسكرية كانت متنحة، وسبق أنها خسرت معركة في المكسيك. كان نابليون الثالث بيحلم بإنشاء قناة ما بين الأمريكتين في نيكاراغوا، وكان أرضه برضو على غرار قناة السويس وبنما، قناة بنما. وعندما ضاق نابليون بونابرت بتحرش بسمارك أعلن عليه الحرب، ولكنه للأسف خسرها واتنفى إلى إنجلترا، سلم نفسه لبسمارك ختاما. هكذا تقوم الحروب لحل مشاكل لم تحلها حروب سابقة، ولتحقيق أطماع السيطرة والهيمنة التي لم تحققها في الماضي، وللفقر من هزائم رصبت المرارة في النفوس. تحياتي أحمد فاروق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.